السلام عليكم، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من لعبة محاكي الشاحنات. ان شاء الله في الحلقة دي هشرح لكم ازاي تشغلوا الاضافات اللي موجودة في اللعبة. طبعا انا بنزل لكم التحديث الخاص بالاضافات كل ما بينزل تحديث للعبة، بس التحديث ده انا للأسف اتأخرت شوية، تحديث 1.48.1.0S. طبعا في بعديه تحديث تاني بس هو اللي بعده تحديث بيتا، فده التحديث المستقر اللي احنا شغالين عليه اللي هو بيشتغل في الاونلاين، اللي هو الاونلاين العالمي اللي هو تراكرز ام بي. فده حاليا التحديث المستقر الخاص باللعبه. طبعا في بعده تحديث بيتا بس انا مش هنزله الاضافات بتاعته لان هو لسه يعني لسه تجريبي وانا عن نفسي ما جربتوش، فخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو تحديث 1.48. وطبعا الرابط اللي انت هتلاقيه في الوصف، انا كل شويه بجدد الرابط، لما بينزل تحديث للعبه بجدد الرابط وبنزل التحديث الجديد. يعني حتى لو انت شفت الفيديو ده بعد فتره هتلاقيني كاتب التحديث تحت في الوصف، اللينك اللي انا حاطه بكتب فوقه ده لتحديث كذا عشان ما تحملش على الفاضي، انا ببقى كاتب ده هيشتغل على تحديث ايه. فقبل ما نبدا اي حاجه اوريكم الاضافات كلها. دي كده الاضافات وكلها عندي انستولد، كلها انستولد يعني كلها موجوده وشغاله عندي. فمن غير كلام كتير بقى عشان انا طولت في المقدمه، انزل اضغط لايك واشترك في القناه لسه اول مره تشوفني، ويلا نبدا شرح. طبعا قبل ما ابدا شرح هوريكم الاول الاضافات شغاله عندي ولا لا. فهاجي على اللعبه عندي على ستيم، هنفتح اللعبه بس نتاكد ان الاضافات مش شغاله. تمام، طبعا في حاجات انا مشتريها بس مش كل الاضافات يعني. فهنخش على الدي ال سي، دي الصفحه بتاعت الاضافات، دي اضافات اللي عليها علامه زرقاء دي كلها انا مشتريها. فننزل تحت ده كله كده انا مش مشتريه. تمام، كل الاضافات دي انا مش مشتريها نهائي. طبعا هتلاقي لينك التحميل الخاص بالملفات موجود في وصف الفيديو، والباسورد برضو هتلاقيه مكتوب في وصف الفيديو. اول حاجه هتضغط عليه كليك يمين وتختار اكستراكت تو او اكستراكت هير اي حاجة، وتكتب الباسورد. هتستنى طبعا لحد ما يفك الضغط عن الملفات، والمرة دي الشرح مختلف على المرة اللي فاتت. المرة دي الملفات هي ملف واحد بس اللي هتحمله بحجم جيجا تقريبا 937 ميجا، يعني يعتبر جيجا. فهنيجي مثلا بعد ما يفك الضغط هنخش على الفولدر ده، بتلاقي الملفات دي كلها. بس قبل ما تعمل اي حاجه، في ملف اسمه بي اي ان في اللعبه لازم تاخد نسخه من الملف ده. فبتيجي تخش على ستيم، تضغط على اللعبه كليك يمين وتجيب مانج وتختار الاختيار الثاني. الاختيار ده هيفتح لك الموقع بتاع اللي متثبت فيه اللعبه، المكان اللي متثبت فيه اللعبه. دي كده ملفات اللعبه، فانت تاخد نسخه من الملف ده، هتعمل له كوبي وتاخد منه نسخه تحطها في اي مكان عندك عشان لو حبيت ان انت ترجع اللعبه تاني زي ما كانت. طبعا انا واخد نسخه منه قبل كده فمش محتاج ان انا اخد نسخه جديده. فهاجي على الملفات دي واخدها كلها كده كوبي واروح احطها في الفولدر بتاع اللعبه. هيقول لك ان الملفات دي موجوده عندك فاعمل استبدال. تمام كده احنا استبدلنا ملفات، هنيجي نخش على اللعبه. بعد كده بندخل على ال DLC نتأكد ان الاضافات اتفعلت، ننزل تحت كده كل حاجة شغالة. يعني طبعا الحاجات دي قبل ما اطبق الشرح انتوا شفتوا الحاجات اللي موجودة تحت دي كلها ما كانتش مفتوحة، كده انا عندي كل حاجة مفتوحة. فهنيجي طبعا مثلا عندك الحمولات التقيلة والحاجات دي، هنخش على اللعبة ونتأكد ان الاضافات شغالة. الاضافات طبعا هتفتح لك كل الخرائط الموجودة في اللعبة، تركيا وبقية فرنسا ورومانيا وبلغاريا وروسيا، كل الاماكن يعني كل حاجة مفتوحة. طبعا انا بقالي كتير ما فتحتش اللعبة، فعندك هنا رومانيا بلغاريا وتركيا ايطاليا استراليا، الاماكن دي كلها مفتوحة. عندك روسيا اهي جزء بسيط منها، بجانب ان انت تقدر انت تستخدم بقى الدول العربية لان كده انت خلاص انت فتحت كل الاماكن، اسبانيا كمان فتحت كل الخريطة، فتقدر انت تشغل خريطة الدول العربية على الاضافات. وطبعا تقدر تخش الاونلاين اللي موجود هنا اللي هو في اللعبة نفسها عن طريق ستيم. هيظهر لي دلوقتي السيرفرات، اختار سيرفر او لو انا حابب اعمل سيرفر هضغط على هوست كونوفي
اعمل سيرفر واصحابي يخشوا فيه. ودي كده السيرفرات بعد ما ظهرت. طبعا انا بوريكم الكلام ده عشان اكد لكم انها تقدر تخش بيها اونلاين عادي، وكمان بقى عشان اثبت لكم مثلا الاضافات شغاله تمام بدون مشاكل. فهنيجي مثلا على الجوب ماركت ونختار الاختيار ده عشان نجيب حموله. نختار مثلا الحمولات اللي هي التقيله اللي بيبقى معاها مرافقه. هنيجي مثلا نختار هنا السبيشال ترانسبورت، دي حمولات كلها تقيله، والحمولات دي بفلوس طبعا انت لازم تكون مشتريها. فانا بعد ما ثبتت الاضافات الحاجات دي كلها بتظهر لك، فهتلاقي في حاجات كتير ظهرت لك، يعني حتى التعديلات بتاعت العربية. ايه تاني؟ بس خلاص كده انا شرحت كل حاجة. اتمنى تكون يعني الطريقة نفعت مع الكل واستفدتوا. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك واشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. سلام.